هلا في عندنا AC to AC converter. AC to AC converter معناها مش AC to DC, DC to AC. اوكي احنا بنحكي AC to AC in one stage. احول من AC to AC. كيف ممكن احول من AC to AC in one stage؟ رح اخذ هون AC voltage source 240 او 230 او وات. رح احط هون لود، وخلينا افترض انه هذا اللود في البدايه ريزيستيف. اشوفوا انا بحكي لكم على الاس سي ار، انتم مش دارسين الاس سي ار. There's nothing wrong with that. هاي هي project based learning. انا بعطيك لمحة عن الشيء وانت بتتحمس انك تروح انك تفهم عنه اكثر وتتعلم عنه. التيرمال تبعت الاس سي ار هذا اسمه اس سي ار سيليكون. الـ SCR ما بتدرسه في الالكترونيكس. ليش؟ لأنه it's a power electronic component مش signal component. أوكي واضح؟ ما بنذكر أصلاً في أي كتاب الكترونيكس عادية ما بذكروا الـ SCR. الـ SCR ما بنذكر إلا في الباور الكترونيكس لأنه هو مهمته أو هدفه أو بشكل رئيسي مطبق في الـ High Power High Voltage High Current Circuit. هلا هذا الاس سي ار في له كنترول تيرمينال اسمه الجيت، ومن اسمه جيت. شو يعني جيت في العربي؟ بوابه. فكانه هذا حارس البوابه هون. اذا بدي امرر شيء بمر من هون، واذا ما بدي امرر. وهذا اسمه انود وهذا اسمه كاثود. غريب الكاثود انه كي، مش هيك؟ ايش المفروض انه يكون؟ يمكن له علاقه بالالماني ما بعرف، لانه بالالماني الكاثود تنكتب بدايتها بكي. انود كاثود جيت. طبعا هذا هون الكاثود. هي الباور تيرمينالز. الباور تيرمينالز هم ايه؟ انود وكاثود. الكنترول تيرمينالز زي ايش؟ هذا بيشبهوا هذول الثري تيرمينالز في البي جي تي، كوليكتر وايميتر وجيت، او درين وسورس وجيت. الجيت هي اللي بتحكم فيها لتعمل كوندكشن. هذا الاس سي ار ما بيقدر يعمل كوندكشن غير في هذا الاتجاه، ما بيقدر يعمل كوندكشن بهذا الاتجاه. فلو جيت اطلعت الان على الفولتج سورس، هي الفولتج سورس من هون عندي، هذا البوزيتيف وهذا النيجاتيف 180 180. انا هذا ما بقدر اتحكم فيه، هذا الفولتج بقدر اتحكم فيه لانه هذا بقدرش يعمل كوندكشن. لو بدي اياه يعمل كوندكشن بدي اجيب واحد ثاني عكسه. فنيجي نطلع هاي هون. اذا هاي الدائره اجيت عند نقطه معينه رح نسميها الفا، وعملت تريجرنج هون، حطيت مررت كرنت او حطيت فولتج على الجيت كاثود عند النقطه هاي، ايش رح يصير؟ هذا رح يعمل كوندكشن. الفولتج اللي راح يروح على اللود راح يكون عند النقطة هاي، هذا الفولتج من هون بعدين راح يصير هيك، وهون النقطة هيك بصير هون. هذا الفولتج اللي جاي من السورس، اذا هذا في سورس وهذا الاسود في لود. ايش اللود الان شاف؟ الريزيستر هذا ايش شاف؟ هل شاف الاحمر كله؟ شايف الاسود اللي هو جزء من الاحمر. ولو قدرت احط الان اس سي ار ثاني هون، هي كمان انود كاثود جيت. ليش حطيت واحد ثاني انتي بارلل؟ عشان يعطيني هذا الجزء، فصار بامكاني اعطي لللود ايش غيرت بالاحمر؟ شو غيرت انا بين الاحمر والاسود؟ الار ام اس. ممتاز. هل الافرج تغير بين الاحمر؟ قديش كان الافرج تبع الاحمر؟ زيرو. وقديش الافرج تبع الاسود؟ زيرو. اذا ما غيرت انا الافرج، مش هيك؟ ايش غيرنا؟ الار ام اس. فغيرنا الار ام اس تبع هذا الفولتج. وكيف تحكمت فيه؟ ايش اللي خلاني اتحكم فيه؟ هاي بنسميها الفايرنج انجل الفا، وهاي بنسميها الفايرنج انجل الفا. فكل ما غيرت الفايرنج انجل الفا، كل ما زادت الفا، ايش عم بيصير بالار ام اس تبع الاسود تبع الاوتبوت؟ عم بقل. ولما يوصل هذا 180 درجه ايش بيصير الار ام اس تبع الاسود؟ زيرو. ولما يكون زيرو الفا زيرو، ايش بيصير الار ام اس تبع الاسود؟ مساوي للار ام اس تبع. هاي بنستخدمها سيركت بنسميها ديمر، ديمر سيركت. هلا بيستخدموها فعليا، اذا انتم كنتم تستخدموا هذا البروجكت بدنا نستخدم هدول التو اس سي ارز لما نحطهم مع بعض في كومبوننت واحد لحاله اسمه تراك. والتراك هو عباره عن كانه تو اس سي ارز مع بعض،
التيرمنالز تبعتهم اسمها T1 و T2. بامكاننا نجيب لمبه، عارفين اللمبات؟ مش هدول اللمبات، هذا النوع ايش اسمه؟ هاي التكنولوجي ايش اسمها؟ هاي مش الانرجي سيفنج الحديثه، هاي فيها التيوب. اه شو نوع التكنولوجي هاي؟ مين بيعرف؟ فلوريسنت. فلوريسنت، تمام. فلوريسنت يتوهج، ما اعرف فلوريسنت يتوهج. بس ايش النوع القديم من اللمبات؟ تذكرين النوع القديم اللي فيه فيلمن؟ انكاندسنت. هاي اللي هي بتتوهج بالحراره، اللمبات اللي بتكون تعرفوها في داخلها في فيلمنت. تانجستون، تمام. على 601 بدوب على 600 درجه. اذا لو جبت انا لمبه من اللمبات حطيتها هون، اخذت ال 220 فولت بهذا الشكل، بعدين اخذت هذا الطرف الترايك من هون. خليني ارسم الدائره كامله، دائره بسيطه، دائرته بسيطه. هلا عاده عشان الطلاب ما يتكهرب شو كنا نعمل؟ اخليه يجيب محول ستيب داون ترانسفورمر عشان ما يلمسش الهاي فولتج سورس، فياخذ محول ينزل مثلا ل 50 فولت فرضا من هون. فهاي تكون الاوتبوت تبع المحول، ناخذها من هون، بعدين ناخذ تيرمينال من هون على ريزيستر، وعلى كمان ريزيستر وكباسيتر، بعدين كمان ريزيستر، اظن هذا الريزيستر متغير، وبعدين في عندي كومبوننت ثاني اسمه دايك ناخذه. شوفوا الان شو بصير. هاي السيركت الزيرو كروسنج تبع هاي هو نفس الزيرو كروسنج تبعت هاي. الفولتج هون راح يبدا يزيد شوي شوي. مين اللي راح يعمل ديلي لهذا الفولتج؟ التاخير الار سي، الارز اللي موجودين هون مع السي راح يعمل تاخير. كل ما زدت قيمه ار، شو بصير بالتايم كونستنت تبع هاي الدائره؟ شو بعطيني هذا التايم كونستنت؟ تاخير من هون. فكل ما زدنا ار من هون راح يبدا يصير في تاخير. شو راح يصير بتوهج اللمبه؟ راح يقل. هذا اللي هو الديمر سيركت، هذه فيري فيري بيسك ديمر سيركت. هاي في طلاب اظن بنوها الفصل الماضي، دائرتها بسيطه، فيها دايك من هون وفيها ترايك من هون، وهدول ريزيسترز وكاباسترز. افتح على النت راح تلاقي الاف السيركت زيها، عدد هائل جدا من السيركت زي هدول. هذه عباره عن ترايك، واحيانا بيستخدموه كمان هذا، عارفين الدريل اللي بغير السرعه؟ نفس الفكره. الدريل الاي سي، الاي سي السنجل فيز اي سي موتور بغير السرعه بنفس الطريقه هاي. تقدر تغير السرعه، تزيد السرعه وتقللها باستعمال دائره شبيهه بالدائره هاي اللي موجوده.